اهلا بكم من جديد استاذ بليغ. التصريحات الاخيره واللي اثارت جدل في تصريحات في الفرحه، يعني ان احنا لعبنا ماتش كويس، ان اللعيبه اجتهدت، انه تم تحفيزهم، ان احنا جبنا صفقات كويسه، دي مقبوله يعني في بعد الانتصار. بس كان التحفظ الكبير على حاجتين لما اتقال ان زيزو طالب 60 مليون جنيه، وتصريح اثار جدل رهيب على السوشيال ميديا، لانه ده اولا اللعيب لسه انت ما جددتش معاه ولسه على المحك، يعني ممكن فجاه في يناير تلاقيه مش موجود، والمفترض اللي انت قاعد تتفق معاه. وهل مقبول الانديه الكبيره والجماهيريه والنجوم الكبار يتقال طلباتهم او مرتباتهم على الهواء من مسؤول في النادي؟ انا عاوز اقول لك، انا عاوز اقول لك حاجه، وقصه رمضان صبحي انه احنا بنحاول لكن هو ما عندوش النيه، ما بتكلمش فيها اصلا. يعني لو انا عايز لعيب ما عندوش النيه ما يبقى خلاص، يعني ما فيش كلام مني. لو قلت لي رايك انك مثلا فلان هقول لك طالما هو ما عندوش النيه يجي. دي تصريحات جماهيريه شويه. بص يا ريس، انا عاوز اتكلم في حاجه. يعني فرحه جمهور الزمالك كبيره بالسوبر ومستمره، لكن ما افسدها وباعتراف الزملكاويه تصريحات مسؤولين نادي الزمالك الغير مسؤوله. النهارده انت النهارده لما يجي نائب رئيس النادي الزمالك كابتن هشام نصر اللي هو مسؤول عن الالعاب الاخرى، اللي هو النهارده يعني ما زالت الالعاب الاخرى تعاني في نادي الزمالك وفي كارثه كبيره، والنهارده برضك اديك شفت في كاس العالم النادي الاهلي بيحتفل بالتتويج بالبرونزيه وانت برضه متراجع، فانت النهارده كان ليك اولى تتكلم في ملفك. انت النهارده طلعت تتكلم، لما اتكلمت انا اسف يعني دي محاوله لسرقه الفرحه، سرقه فرحه الجمهور. او النهارده الناس ان خلي بالك اللعيبه بكل امانه لما قالت احنا صدقنا نفسنا ولعبنا، اه ليه دور المجلس الاداره وعمل، لكن انت النهارده بتسرق الفرحه من اللعيبه. بس النهارده داخل زي ما بيقول كده بالبلدي غشوميه. انت النهارده لما يجي نائب رئيس نادي الزمالك يقول لك زيزو، انت راجل النهارده اول حاجه انت الناس بتعاني من التسريبات. طب الناس النهارده تقول لك اصل في تسريبات اخبار نادي الزمالك، طب ما عرفنا التسريبات اهي مصدرها ايه. راجل النهارده لما يقول لك ده زيزو طالب 60 مليون جنيه ومش زي اولاد النادي شيكابالا، شوفوا يعمل ايه. لا، شيكابالا في يوم من الايام كان في مجده كان بياخد 10 مليون جنيه عقده، ما كانش في لاعب بالزمالك بياخد 2 3 مليون. صح. فالنهارده زيزو ده، زيزو النهارده زي ما قال كابتن حسين احنا مش عايزين برضه، واحنا بننتقد الموقف نتطرق لعيب تاني. لا لا لا، انا بحكي شيكابالا اذا خد حتى 20 خد 10 خد 5 خد 30 وانا بحكي يا استاذ محمد، ما ده اللي انا بقوله عليه. ده اصل النهارده، النهارده لما اتكلم اصل ولما اصول الزمالك 60 وانا سايب 150، ولو زيزو ولو زيزو طلب 100 ومن حقه، وفي النهايه ده تفاوض معاه لانه زيزو جاي له عروض بنفس كده، فانت بتفاوض. النهارده زيزو يعني زيزو برضك لما طلع اتكلم هو ووالده، لا ان هو مخنوق من طريقه التفاوض. بس النهارده الراجل ده النهارده بيسلموا للجمهور النهارده، يعني وخلي بالك الجمهور ما صدقهوش، الجمهور تعاطف مع زيزو. انت النهارده بتتكلم يعني للاسف الشديد، يعني احنا كنا زمان بنعاني اولاد المسؤولين بيتكلموا لي لما يطلع علي هشام نصر في التلفزيون ومكتوب ابن هشام نصر طالع يتكلم على راموس، يقول لك راموس جاي نادي الزمالك وانا كلمت اللعيبه. انا سمعتها راموس، كنت برنامج راموس. طب انت بتتكلم ازاي؟ بتتكلم وبتتكلم في مفاوضات زي لاعب زي كده، ولما يطلع اقول الباشمهندس هشام بس اقول لك اه احنا فاوضناه، بس احنا مستنيين عاوزين راجل اعمال يدعم الصفقه ونعمل زي حكايه رونالدو. وفي الوقت اللي انت بتقول ان هو زيزو عندك مشكله، ايه التناقض ده؟ انت بتتكلم في حاجه بتقول مش قادر اجدد لزيزو نجم الفريق اللي عندك وتدفع له المبلغ اللي طالبه، وبتتكلم تاني عشان بس انت قصدك ان موضوع رامز ده، راموس ده مش طبعا ده موضوع فيك ومن من من وحي خيال علي هشام نصر. وهو افتكر، وانا اتحدى اتحدى وانا مسؤول عن كلامي، لو في مسؤول عن الكوره في نادي الزمالك فتح الملف ده واتكلم فيه. ده وكيل لعيبه وسمسار قاعد مع علي ده في قعده صفه كده، قال له ما احنا يراك نعمل صفقه نجيب رامز، فاتكلم. وتاني يوم هو طلع بتايتل علي ابن هشام نصر. وانا بصراحه مستغرب، احنا كنا بنعاني من ازمه المتحدثين اولاد المسؤولين في النادي وكنا بنقول ازمه، فهل بتعيد تكرار الامر ليه؟ النهارده المهندس هشام نصر ماسك ملف فشل فيه فشل ذريع العاب الصالات، بتتكلم داخل كمان بتعمل ازمه. النهارده انا بصراحه يعني انا بنتقد كلام الاستاذ ممدوح انه قبل المباراه ويقول لك اللعيبه هتجيني كده. النهارده بقيت تماما كلام الاستاذ ممدوح بس لما قال لك ده لعب عيال، اللي قال لك النهارده التصريحات اللي بتتقال دي ده لعب عيال، والناس لازم تبقى مسؤوله اكتر من كده. فحرام عليكم مجلس اداره نادي الزمالك وتحديدا الباشمهندس هشام نصر، ما تفسدش فرحه جمهور الزمالك يا باشمهندس. ايه الحكمه انها تطلع النهارده تتكلم تقول زيزو؟ انت النهارده يعني بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ملف الصالات اللي هو الاسوا ملف بيدار في نادي الزمالك، ليه بتفسد فرحه جمهور الزمالك؟ ليه النهارده ما حدش لا بيتكلم في صفقات ولا حاجه الناس فرحانه؟ ايه الهدف من ان انت تفسد فرحه نادي الزمالك؟ انا مش عارف.